تحياتنا، حبيبي، تسلم تسلم حبيبي. تحياتنا، شكرا شكرا. طيب انا بدي الدعاوي. واحد دخل معنا هنا، مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. خلينا نخش هنا مرحبا كده. والله، هتكسل كيف؟ تمام، الحمد لله. الله جزاك الله خير. تسلم يا اخ منور، والله منبرك يا اخ منور 100% يا صاحبي، وتحل هي المشاكل كثيره. والله ربنا يصلح حالك يا اخي، طول عمرك كده، يديك العافيه. ايوه، اتكلم عن، انا سامع شويه اتكلمت في كان الحوسه، موضوع انه كونه يمشي لاثيوبيا الصوت، الصوت عشان ارفع لنا الصوت شوي. كونه موضوعهم، كونه يمشوا لاثيوبيا، ده بلخص لك موضوعهم. بعد ذاك بلخص لك برضو بالنسبة للزول اللي بيقول انه نحن جينا بليبيا، ما في زول نهائيا بيقول انا كلمة عربي دي بتحطها في ظهرك وبتمشي. قلت لك مين ما طلعت السودان ده، ما في هنا دولة في العالم هنا بتمشي انت كسوداني كده بتقول عربي كده يتقبلوها منك، ده نيفا، ما بتلقى. فما في، عشان ما في دول يوهم نفسه، ما في. وبعدين الصوت معروف اظن عليك من التلفون اللي حاصل في المغرب. ما قلت كويس، الناس يعني الناس بتخجل ذاته. هنا الواحد بيخجل يقول هو عربي، يعني بيخجل. فهمتني كده؟ سامعني كويس؟ اي تمام، اي خش لنا في الموضوع بتاع اللي ده بتاع اي الحوسه. يلا، موضوعنا بتاع الحوسه ده، امان الناس دي دارت تستعيد قوتها، يعني ما في مركز، لازم دارين محل يكون فيه حته كده انسان، يعني مثلا لو هناي مثلا الناس بتمشي تشاد، لو بالغرب بهنا الناس بتمشي ساو السودان، بهم ذاتهم ما عندهم حته يمشوا، لازم يمشي اثيوبيا دي هنا. فهمتني؟ عشان يمشوا برضه سبب يعملوا المشكلة، ما هو سبب المشكلة؟ ما في، انت بلاك وفي بلاك قاعد يضربك. ده حقيقة. ما خلاص، ما انت لما تكون ما عندك قوة وما يعني الكثافة السكانية فيه، لكن لو ما عندك مركز كده يدعمك كده، يعني تكون عندك يعني سلاح، عندك قابلية. يعني ما هو اصلا احنا مشكلتنا في دارفور انه الناس لما في المركز لما شافوا انه في نسبة تعليم والناس بطالبة بحقوقهم وكده وكده، فرفض الكلام ده، فقال يا اخي احنا نجيش ليه ناس، الناس دي ما يوصل السلطه، الناس دي كده كده. فحصل التجيش، والتجيش ده حصل من الدول اللي كان قاعد معانا هناك بيرعى بحايم وكده، فكان مطامع بتاعت ارض. طب في النهايه قالوا يا اخي الناس دي انتوا لو حررتوا البلد دي طردتوه معي، جزاكم شيلوا الارض. اما الكنوز بتاع الارض بعد ذاك الكيزان بيجوا بيشيلوها، كان الاحزاب الكرتونيه دي بيجوا بيشيلوا مثلا اليورانيوم، الذهب، الحاجات، الخيرات، لكن انتوا لكم الارض. الارض ده فيه المويه والقش وبتاع والى اخره، وقدام الارقام الوطنيه، وقال لهم ايش التجيش تم في دارفور كده. اما هناك الناس ساكنين قاعدين وطيبين وحلوين، والبلد دي كلها زرناها. ما في سبب، هذا السبب بتاع دارفور. هناك المحل ده في سبب. انت الليله مثلا انا حسي ما ممكن امشي الجيش اجي ادق زغاوي، ولا ممكن الجيش امشي اجي ادق فوراوي، ولا الجيش بيجي ادق برقاي ولا ارنا ولا وات ايفر ولا سنياري، مستحيل صح مهما كان. ايوه، لكن الكلام ده فيه كلام. يعني انا الليله حسي لو انت مشيت القاضي، القاضي بيقول لك المشكله شنو؟ تشرح ليه ولا تقول له لا والله اصلا شفت الزول ده حجار وشفت كان عنده وكاس وانا برضه حاشيل وكاس وحاجه ادق. يا اخوي انت المشكله شنو؟ أصل أنا المشاكل اللي أنا بعرفها الحقيقية كده الواضحة، يعني الناس هم يعني لو رجعنا في الدولة كلها الناس كلها مشاركة في أي حاجة، فيعني ما في الناس ذاتها بس لوحدهم كده يكونوا بس شغالين مثلا، وبعد الناس تكون كده، ولا هم يشتغلوا أشغال كده معينة وباقي الناس يشتغلوا أشغال كده، يعني في حاجة كده ما مظبوطة. فلذلك هم لازم يعني الناس دي عشان الزول يوضح نفسه يكون ظاهر في الشاشه، لازم يكون هو مؤثر. انت مؤثر نعم كده، لكن ما يكفي كده، ضروري يعني ضروري الغايده دي، ضروري الناس دي الزول الغايده بتاعت اثيوبيا دي الفونياوي، ضروري. الفونياوي اللي قاعد هناك ده مع الحوساوي ده برضه مش هلحته متضرر زيه. انت كلامك ده بتوجهه في المركز هنا ولا بتوجهه للفونياوي اللي قاعد هناك معاك ساكن لا معاك لا هناك؟ لا لا، الكلام ده ما للفونياوي اصلا، هو ما لو اصلا الشغله دي الناس دي مدومه بتهدي يا مان. الشغله دي هذول الشغله دي ما يعني انا اوريك بالواضح كده،
انه الشغله دي مدعومه من تحت. الفونياي ده هو يلقى ميوان اللي هو يلقى ميوان منو اللي بيدعمه بيدي منه؟ ما في يعني ما في حاجه بيخليه. بعدين المشكله بتاعتهم دي اصلا لو تحت فتشت اكيد هم عندهم دعومات بتجيهم، لكن مستحيل تجيهم من حركه شعبيه. يعني تتوقع حركه شعبيه ما اظن، ما بتظن انه حركه شعبيه تديهم الحياه دي؟ لا لا يعني الفوي وباقي القبائل اللي قاعدين هناك دي كلهم يعني هم لو كانوا متضررين مش كلهم لحمه واحده مع الحوسه بيكونوا كتلتهم واحده سلاحهم واحد لو عندهم حاجه يقولوها من لا 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 هناك مخطئين. هنا قبل يا زول، هناك انت عارف الشغله بقت قبليه، الشغله ما يعني شغله هنا زي بتاعت يعني هل بتاع الدارفور بتاعت العروبه بتاعت الجنجويد واضحه برضو دي قبليه. هم بيناضلوا بيقاتلوا في الافريقانيه، وهم في نفس اللحظه هم ذاتهم يعني هم ذاتهم افريقانيه، لكن المنتاليتي بتاعهم اللي هم دارين يحاربوا بيه ده اقليتهم دي اقليه بتاعت عروبه ده نفس اللي هنا. وهنا كمان قبليه يعني رجعت لمشكله شنو قبليه الناس دي كانت الكلام ده جديد ولا قديم؟ لا 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 الكلام ده بس مستحدث، شفته بعد الـ 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 بعد الكيزان هنا فاتوا ولا هنا الجماعه دي مشوا والحكومه السابقه دي فاتت وخلاص يعني، ولا هم العصابه اللي مشوا ديلك. المهم بعد ذاك يعني حصلت المظاهر دي ظهرت، لكن هي كانت زمان الناس مسالمين قاعدين سوا وكده. فما ممكن انت بتشبه دول. المشكله دي صديق زي المشكله بتاع الحمر والنوبه ولا اسمه المسيريه. يعني قبل يومين قبل كم يوم يعني فتره قليله جدا المسيريه جزء، انا ما بقول المسيريه جزء من المسيريه شاكلوا جزء من الحمر. بعد يومين ثلاثه ما عدينا يومين ثلاثه ثاني هذا جو ضربوا لقاوه هناك برضو عندنا دارفورين كثير ساكنين هناك. طيب النازل هناك حميد تدعمه عديل داعم عديل كده كويس دعموا منه يا جماعه انتوا تعالوا غزوا اليافطه حقتكم ده ليه؟ انت عارف يغزوا اليافطه ليه؟ ما تجددش ما زمان كان النازل عايشين سوا، لكن يغزوا اليافطه ليه؟ لانه محل الحمر فوق الكركديه وفوق الدار الحمري وفوق وفوق والى اخره والتفاصيل دي. انت لو تيجي تسيطر في رقعه جغرافيه اللي يكون تابع لزول عميل، زولك ده لازم يكون شنو تابع لك انت عشان تجي تقطع رقعه جغرافيه معينه. زي اننا هناك يعني كريندنج قالوا لازم يخططوه وانتوا جزء من اهل حميتي عشان بعدين لما يلقوا قطع هناك بعد ذاك يقولوا الجبل ده حقنا تابع لنا يجيبوا حميتي ينقب الذهب. طيب نفس الكلام ده هناك، هناك ده الحرب ده مفتعل. طيب منو الدعم منو عشان يجي يتضاربوا؟ يعني الموضوع ده مهم جدا، مضررين اطفال. يمكن انت شفت الفيديو ناس ضربوهم ناس قطوهم بالسواطير في دول مخيط 500 قياده ضرب تمام، والناس اللي جابوا الفيديو وقالوا ماشيين. ما اصلا الموضوع ده نحن حتى لو دسينا ما هو اصلا طالع وريحته ظاهره ومشمومه زي الكول. الكول ده نحن بنخمره لما نمرقه زي ده الريحة بضرب الهلة جد. فمنو الداعم منو؟ ما عندك للحكومة حاجة، ما عندك لحميتي حاجة، ما ولا تتحفظ للحركة الشعبية. يا اخي والله انا اوريك، انا اقول لك حاجة يعني، انا اقول لك انا ما موضوعي من السودان، السودان هنا قنعانين منه طالما دول طلع منه عارف نفسه وش طالع عشان بس طالعين. لو ربنا شفت شعر روحه في اي دولة هنا اكون حبي شديد انه انا عرضي يكون اموت برا ذات. يا اخي البلد دي كده انسانه منا مره واحد، ما عندنا عمل نرجع ذات. شوف اوريك حاجه يا استاذ، ما ما انا 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 وانت برا، ولكن احنا بنتكلم في الناس الليله اتحجروا من بيوتهم وما لاقين لقمه تعيش. اول حاجه الحوساوي هو افريقي وعنده حقوق الكامله وده بلده في اي محل. يعني انا زي الاتحاد، المفروض الاتحاد الاوروبي ده الافريقي ده يكون زي الاتحاد الاوروبي قوي زي ده. الليله اسمه الله يدينا اسمه الايطالي بيجي بيتجنس فرنسي والفرنسي بيمشي بيتجنس ايطالي والايطالي بيمشي بريطاني والبريطاني بيجي اسبانيا والاسباني. المهم كده شبكه بيناتهم. يلا نحن برضه شبكه زي ده، عندنا امتداد تاتي طبيعي في تشات، وناسنا قاعدين في تشات وقفنا مع المشاكل بتاع تشات ده لانه نحن في افريقيا ديلك اخواننا جدوا لا يتجزا مننا.
لكن انا والله يا اخي البلد دي ما ديره، وما انت قاعد الاف السنين هنا وانت ساهمت مساهمه حقيقيه. لكن في يعني احنا هسي ما هسي شوف يعني انت في لايف علي قاعد ادق الحركات المسلحه على راس عبد الواحد كده والتفاصيل ده كله. عبد الواحد ده قاعد اجيب لكم هنا ده الدنيا نهار. ليه؟ لانه لو احنا لو ما لو ما لو ما لو ما كشفنا الحقائق دي الامور كده ما تمشي. انا وانت برا خلاص ما في ناس هسي متضررين وفي نسوان وفي اطفال. ما ترحم الحركه الشعبيه لو في اي نفس، ما ترحم حبيبتي، ما ترحم برهان. في المحله ده في وسط انت ما فاضل تقول. لو ما قادر تقوله بعد ذاك انا ممكن في زول بجي اقدر بقوله. ما كده ما كده، هسه انا متابع انا بعض يعني، هسه انا اوريك في لايفاتك دي يعني فتحت عقولنا في حاجات كثيره استفدنا منها. لانه شوف اوريك يعني هسه موضوعنا هسه انا نتكلم فيه ده انت بعد فتره قديه شوفه. لانه الموضوع ده انا اكده لك 100%، الناس دي الهوسه هم مطالعين من مهاجرين ماشيين لاثيوبيا دارين مركز اقرب دوله لهم كده ينزلوا عرفت، عشان يقعد يستعيدوا قوتهم ويرجعوا بعد شويه بيجوا راجعين، ما هيخلوا لانه دي افريقيا دي ارضهم دي وطنهم ما هيخلوها. كونه حوساوي بيطلع ما في يا اخي يا اخي الله يرضى عليك، في ناس فاتت تشرب، في ناس فاتت ما تشرب اقرب اثيوبيا اقرب من هنا هم الله يرضى عليك. واحده حبوب حبيبنا، نحن الحوسه دي عشنا معاهم في القضارب، عشنا معاهم في كسره في الدمازين، قعدنا معاهم واكلنا من خيراتهم. نحن ما قادرين نزور يمرق قصدي ما دام انت الناس 20 سنه قاعدين في تشاب ثاني كمان برضه الناس اللي يمرقوا يمشوا هنا. الموضوع محلول، الموضوع محلول. نشوف انه الناس الموجودين هناك يعني على راسهم الامقسنه بتاع القبائل هناك انت بتعرفها، نرسل لهم رساله وهم قاعدين هسي في اللايف يا ناس والله انتوا غلطانين. برنامج ده واحد اثنين ثلاثه كده 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 حركه شعبيه انت اي والله كده كده نخط ثاني ودوران ده دك. لا والله يا حل الحوسه اي والله في خطا واحد اثنين ثلاثه كده 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 وموضوع ده واحد اثنين ثلاثة هاي أطلع من الليل ده تمام. فلكن كونهم يمشوا في دولة مجاورة يقودوا هناك ويستلوا ويستعيدوا قوته بيجي انت الزول الفتنكم انتوا الطرفين ده ما نايم، ما انتوا الطرفين تعالوا اشتروا سلاحكم افجغوا الزول الجيش الطرفين ده افجغوه ده. يا احمد انا اقول لك حاجه، لما تكون انت لا يعني انت لما تكون مقتدر يعني مقتدر ممكن تثور حرب، لكن حرب لا حرب يعني بيعرضك يعني ياخذوا الناس تاخذ هي الحرب اذا انت بتقودها صحيح. زي ما الحوزه لو بيرجعوا كده بيستعيدوا كده يعني مع كل الشعب كده بيقعدوا يعني بيمرقوا البلد الى برا الامان، لكن لو الشغله بقت قبليه والشغله بقت هنا الناس دي برده بترجع تتدم كده السودان ده كله، الناس هتبقى قبلية ولحد ما يوم يجوا من إسرائيل دي خشية طوال بيع على ما ده دق لهم جوا الخرطوم دي عشان تاني لا في زول تاني يقول يفتح خشمه ولا ده يقول يكورك ذاته، لا كلنا نبقوا عبيد بس ونقعد ما في زول تاني يتكلم ذاته، مع انه ده مخطط بتاع اهميتي عامل بيخسر الناس هسي وبيدمر الناس وبيخسر الناس هو بجاي بيفهم انه غروبي هو ذاته بيجي يومه خليت نحن اذا ضعفنا نحن مستحيل نضعف اذا ضعفنا الناس في التعليقات هنا ما نحن الليله لما نجي ندخل دول دارين انه انا 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 والله قبل اليوم اتكلمت لكن قاموا نطوا في تحرير، لكن الليله لما شفت الاطفال والنساء يمكن شفتهم وشفت التقطي وبتاع فحاولت اتطرق للموضوع ده ما كنت مرتب لللايف الا الفيديوهين ده شفته فجيت خاشي طوالي لانه جيت من سفر عرفت كلامي؟ فطوالي يا زول هو يعني انا اقدر اقول لك حاجه مثلا هنا شوف عشان انا اوريك ان انا ما قاعد اجامل هنا انا زول ده رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إلى إعمال صوت العقل والانضمام لمسيرة السلام ومراعاة أوضاع النازحين والمتأثرين بالصراعات والنزاعات بالبلاد. وأكد حميتي أنه مستعد للتفاوض مع عبد الواحد نور وأشار إلى عقد لقاءات عديدة معه عبر مندوبين، لكنه قدم وعودا لم يلتزم بها بحسب نائب رئيس مجلس السيادة. أنيقنا الاتفاقية دي ما خلت شادة ولا واردة. نجره. دعوة السيد حميدتي وكما هو دعوة البشير على مدى سنة وهو دعوة البرهان وهو دعوة كل من يعني يتحدث عن السلام، لكن السيد حميدتي نسي تماما أنه إحنا حينما تمرتنا وقتها لم يكن هناك حميدتي
ولم يكن هناك دعم سريع. وبعد سنة من تمردنا الحكومة صنعت جنجويت اللي مارست الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطور الجنجويت وسموهم الشرطة الظاعنة ثم أبو طيرة ثم حرس الحدود ثم في 2014 سميوا بالدعم السريع، وهم دي نفس الجنجويت. فالسيد حبيبتي ما بعرف عن السلام، لأنه هو أداء الدعم السريع ده أداء خلقوه أنه يحاربنا نحن، وهو الأداء المورد به كل هذه الجريمة الجرائم تحدي الليلة. فطبيعي جدا إذا هو كان دير سلام وأنه هو قابلنا وما قابلنا، إحنا قابلنا البشير 5 سنة السلام ما بيجي بالدعوات ولا بس، السلام بيجي بأساس بنزع سلاح الملي، أول حاجة بيطاف الإبادة والاقتصاد اليومي ده بنزع سلاح الميليشيا ده بما فيه الدعم السريع ده من ميليشيا، والنزع وإعادة النازحين إلى قراهم الأصلية وحواكيرهم وإعطاهم تعويضاتهم الفردية والجماعية، والتسليم المجرمين حتى لو حميدتي ولا عبد الواحد مطلوب من محكمة الجنايات الدولية يجي بيسلم نفسه. السلام بيجي بكده. عليك دينك زول ده ما يبني.